شارك وزير الخارجية سامح شكري بصفته رئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ COP27 في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، والذي يعقد خلال الفترة من 8 حتى 12 من أكتوبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض. خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أشار شكري إلى استضافة مصر وقياداتها الناجحة لمفاوضات المناخ الأخيرة بدعم كامل من الدول النامية والدول العربية الشقيقة، وهو ما أسفر عن مخرجات تاريخية تدعم الجهود الدولية للتعامل مع التحدي المناخي. كل هذه المخرجات التي نتحدث عنها فيها كثير من المبادئ التشاركية والتعاونية التي تقوم على مبادلة المسؤوليات ومشاركتها أيضا فيما يتعلق بمواءمة المناخ، وهذه المحتويات تسلط الضوء على العناصر الأساسية فيما يتعلق بهذا النشاط الأساسي حول محادثات التغيير المناخي.